قلت لك يا حبيبتي حلقة العفريت دي هتخلينا ترند الأسبوع ده إن شاء الله. اتفضل يا ياسر بيه، مفيش حد غريب، اعتبره بيت أختك. إيه مالك؟ شفت ألو. عفريت ولا إيه؟ يا علاء ألو؟ أديك فولت على روحك بحلقة العفريت لحد ما طلع لك. ألو؟ اصرف وعاه. يا علاء أنت رحت فين؟ ألو؟ ايه يا ست مريم؟ مين معايا؟ ايه عاملة انت؟ انت مين؟ انا مين؟ انا عفريت من حرجام والعفريت اللي اتنفشوا من البروم الحلو بتاعكم ده، وجيت هنا عشان البس علاء بيه عبود. ما تخافيش انت، انت بس نزيل البروموهات والروبورتات والاسئلة والاجوبة، عايزك تحركي الحلقة واحنا جايين في الطريق ان شاء الله. بيقولوا عندنا في البلد العيار اللي ما يصيبش يدوش، والحمار اللي انت شيعته عياره ما صابش، يبقى ندوش حرق ابوك انت. عيار ايه وحمار ايه اللي بتتكلم عنه؟ انتوا اكيد فاهمين غلط، انا ما عملتش حاجه من دي، انتوا عايزين مني ايه؟ كريت على قتلي بغشوميه، قلنا ماشي. دلوقتي ليك عندي اختيار من ثلاث اختيارات. الاختيار الاول، تاخدني معاك مدينة الإنتاج الإعلامي وطلعني وياك على الهوا وتسمع وتنفس كل أقوله بالحرف الواحد. الاختيار الثاني، تاخدني معاك مدينة الإنتاج الإعلامي برضك وتسيبني هناك وأنا أبرم على كل المحطات والفضائيات والتكشهات والبرامج لحد ما فضايحك تبقى فقرة ثابتة لمدة أسبوع في كل برامج. الاختيار الثالث، تاخدني معاك مدينة الإنتاج الإعلامي تاني، وهناك قدام باب المدينة الأخ ياسر يضربك طلقة في نافوخك وهو ترتاح وتبقى شهيد الواجب والإعلام والفضائيات والأطباق الطائرة، وأنا بخبرتي أميل للاختيار الثالث. وأنا أفضل أخلص منه دلوقتي. مش وقته، مبقاش متهور، عايز موت الراجل هنا في بيته وهو لابس الروب كده ليه؟ إحنا نخلصه هناك، وفي كلتا الحالات هتبقى ترند عالمي.